مواليد برج الأسد، كيف راح بيكون أسبوعك من 16 الشهر ل 22 الشهر؟ الأسد أنا بقول لك كأنه بدك عندك أعمال كتير، تنغمس بعدة أعمال وعدة مشاريع وعدة نقاشات وعدة لقاءات واجتماعات وشغلة بيل، كأنه هدول اليومين أول يومين 16-17 لغاية 18 حتى في شغلة بيل بشي عملك، في شغلة بيل بأمور صحية، انتبهي لصحتك وبطلب منك تخلص كل أعمالك واهتماماتك بدقة وما تهمل أي عمل عالي، هول الأمور بدك تكون حريص. كمان يعني هذا الشهر هذا الأسبوع شوي دقيق عليك، بطلب منك بهذا الشهر تنتبه كمان خاصة 18-19 ابتعد من المواجهة، ما تتحدى، ابتعد من المنافسات، كون قد المسؤولية بذكائك وبلباقتك بالتعامل مع الكل. بدي اطلب منك تبتعد عن المشاكل بهاليومين، تكون قد المسؤولية، ما تحط حالك بموقف حرجة، احلى ما يصير في مشكل وتقول يا ريت ما عملنا مشكل. فكرمال هيك انا بقول لك نروق هدول اليومين، واذا عندك عقد جديد، مناقشة امر معين بالعمل، هول الامور بدي اطلب منك تكون دقيق، يعني تستشير اهل الاختصاص، يكون في عندك معك ناس لحتى قبل الامضة. وبطلب منك بهدول اليومين جرب حسن علاقاتك العاطفية. من ناحية تانية الأمور بتصير أحلى شوي ابتداء من يعني 19-20 الشهر، هون بتتبلور الأمور إلى الأفضل، بصير في عندك مكاسب مالية، استرجاع حقوق، مصالحات. كرمال هيك عم بقلك يعني ما تعمل مشكل، بصير في مصالحات، بصير في إعادة نظر ببعض الأمور، يمكن البعض يكون عنده شيء بخص البيت، بخص العائلة، بتنشطوا بأمور البيتية، بإعادة تأهيل البيت، بشراء عقار، تخليص وراء، هذه الأمور كلها بتطالك، وحقوقك المالية كلها بتسترجعها، وبتنيلك الإطراء والمديح، وبتكون بأوج عطائك، والحظ بيكون معك بهدول اليومين. شوفك على خير.